محمد ترك يدخل على خط فسخ إيمان خطوبتها من حبيبها. إليكم التفاصيل. فبعدما أحدثت الشقيقة الصغرى للفنانة المغربية دنيا باتما جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب حذف صورها بجانب خطيبها، وأثارت إيمان باتما شكوك المتابعين بشأن علاقتها بخطيبها أيوب حمي الذي ربطتها به علاقة حب قوية تكللت بخطوبة. وبعدما لاحظ كذلك نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام اختفاء صور إيمان باتما وخطيبها عن حسابها بالموقع الذاتي، فيما احتفظ أيوب حمي بالصور على حسابه. وبعد ذلك تساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب فسخ الخطوبة رغم أن الانسجام والتفاهم كان يظهر عليهما، خاصة وأن علاقتهما ليست بالجديدة فهما حبيبين لمدة طويلة. دخل محمد ترك على الخط ومن خلال صفحة إنستغرامية تقول بأنها تتواصل مع بابا ترك كما يسميه، كشف السبب الحقيقي حسب رأيه، حيث أكد بأن الترك قال بأن عائلة باتما لم تكن منذ البداية ترغب في أيوب زوجة لإيمان بسبب الفقر وأن عائلتهم ليست بالغنية ولا المعروفة، وهذا ما جاء في السطوري التي نشر على هذه الصفحة. بنت عمي إيمان باتما فسخت خطوبتها، مسحت جميع الصور مع خطيبة أيوب، كان قالها لي بابا الترك باللي عائلتها ما بغوش ليها حيت فقير. وقد أثارت هذه الستوري موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل من طرف الرواد، معلقين بأن الترك لم يعد يعمل شيئا في حياته إلا تتبع أخبار دنيا باتما وعائلتها، مضيفين إلى أن إيمان قبل الخطوبة كانت تعرف من هو أيوب ومن هي عائلته، لذلك استبعدوا أن يكون هذا هو السبب الحقيقي. وقد كانت إيمان قد لمحت إلى السبب من خلال ستوري نشرته، قالت فيه: هناك من يؤمن بقدراته رغم عجزه، وهناك من يؤمن بعجزه رغم قدراته.